السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات الكرام متتبعين قناة إسماعيل طابيسري جينيرال، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي هو فيديو مأساوي صراحة، يعني في الصباح الباكر. بالنسبة لهذه العمارة، هذه كتكون من 3 طوابق، وكانوا داخلها واحد 4 ديال العمال يعني كيقوموا بالهدم ديال هذه العمارة هذه، وتم الانهيار ديالها وهما بداخلها. يعني كاينة خطورة متفاوتة في العمال، لأن كانوا 4 بهم، يعني ما كانوش أنهم دايرين شي لباس واقي ليهم، يعني باش يحميو راسهم ويحميو نفسهم. يعني هذا هو الشيء المهم، لأنه خاصو يكون ضروري عند أي عامل يومي، يعني خاصو ضروري تكون عنده الوقاية. يعني كاينه واحد الحاله خطيره جدا، يعني خطوره متفاوته. 4 ديال العمال اللي كانوا داخل هذه العماره كيريبوها، الان نقلوهم للمستشفى، راهم بالمستشفى حاليا، والحمد لله يعني كاين حضور الجميع. يعني كنشكروا رجال الشرطه ورجال الاطفاء ورجال الوقايه المدنيه، ولا داعي لذكر اي احد، يعني قاموا بالواجب ديالهم، تم الحضور ديالهم في سريع، يعني اسعاف حتى هي كاينه موجوده. يعني تم نقل 4 المصابين بالجروح المتفاوته، يعني هزوهم في واحد الوقت طارئ، ونسأل الله السلامة والعافية للجميع المصابين. يعني بالنسبة لهذا الموبل، هذه واحد 3 أيام أو 4 أيام، يعني كانوا العمال أنهم تقوموا بالهدم ديالو، يعني بدأوا من الأعلى وهما هابطين، يعني الله طيحوا الطاج الأول، يعني الله حيدوا الأعلى ديال هذه العمارة هذه. فاش هبطوا العمارة هبطت بهم كاملين، كنطلبوا من الله أنهم يكونوا سالمين غانمين، يرجعوا لعائلتهم، مع العلم أنهم العمال رجال كبار بوليداتهم بعيالاتهم، وكنحاولوا نصبروا العائلات ديالهم من هذا المنبر. الله يصبرهم، يعني ما تصوروش أنهم باش يسمعوا الخبر ديال هذه الفاجعة هذه اللي هي بمدينة فاس بشارع الشفشاوني صبيحة يوم الخميس 24 نوفمبر 2022، يعني في الصباح الباكر باش سمعنا هذه الفاجعة هذه. وخلاص حضور جميع الصحافة، الوقاية المدنية، الشرطة بما فيها من الأول إلى الأخير، وكذلك رجال القوات المساعدة ورجال البلدية كاملة حاضرة، اللهم بارك. يعني جاوا بالقوام ديالهم بالكاميونات والتراكس باش هزوا داك الردم اللي كان طايح في الشانطي. وخلاص راكم عارفين يعني بالقوانين أنهم وقفوا شارع الشفشاوني من الاول ديالو حتى الاخير ديالو، باش انها تكون السلامه ديال المواطنين، لان العماره باقا مهدده انها باش تزيد طيح، لان طاح غير واحد النص اللي كان في القنت اللي هما كانوا نيت فيه الخدامه كيخدموا. ونسال الله السلامه والعافيه لجميع المصابين. يعني هذا من الجانب اللي طاح منه العمارة. تصوروا معايا الإخوان أنهم العمال كانوا في ذاك السور الفوقاني كيريبوا حتى هودت العمارة بهم. وكما كتشوفوا معايا الإخوان أنه العمارة راه فيها القطبان ديال الحديد، فيها الحجر، يعني بني قديم. ودابا هي الجرافة أنها كتحيد ذاك الردم اللي طاح على الشانطي، يعني على الشارع العام. يعني حاولت انها تنقلو في الكاميو ديال البلدية،
كنطلبوا الله السلامة للمصابين. يعني هذه العمارة قديمة صراحة بزاف. سولنا الناس القدماء ديال الشارع شفتوني، يعني قال لك هذه العمارة هذه راها مبنية من قبل من السبعينات، يعني بما يقارب واحد 70 سنة حاليا أو أكثر، عفوا يعني من الخمسينات، يعني حاليا راها ضربة واحد 70 سنة. ودابا بالنسبة لهذا المقاول اللي شرى هذه القطعة هذه، حاول أنه يهدم ذاك البني القديم باش يبني موبل جديد، لأن كما كتشوفوا البناء المجاور لهذه العمارة بناء جديد. وعلى ما تنسمعوا أنهم كيقولوا أن الرخصة كاينة، وحاولنا أن ناخذوا حتى واحد المقطع للرخصة، يعني أنه السيد صاحب المشروع كيتوفر على الرخصة. ونطلب الله السلامة والعافية للمصابين. لحد الآن مازال ما كاين حتى شي خبر على المصابين اللي تم نقلهم للمستشفى. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشارع الشفشاوني، العمارة لاصقة البومبا ديال توتال، وتم سقوط واحد السور يعني قبل، راه واحد طريف منه طايح، والحمد لله ما كايناش خسائر بشريه، فقط جروح متفاوته. وبالنسبه للرجال البلديه العمال ديالهم، يعني حاولوا انهم باش ينقوا شويه الشارع، لان الهدم وصل لواحد المسافه في الشارع، يحاولوا انهم يهزوه في الجرافه ويديروا في الكاميون باش ينقلوه لاماكن اخرى. ولحد الان انهم العمال باقين خدامين كما كتشوفوا معنا، كل شيء باقي خدام لحد الساعه، باش انهم تيحاولوا يبعدوا حتى المواطنين، باش ان شاء الله ما يتقاس حتى شي واحد، لان العماره باقا مهدده بالسقوط، لان بناء قديم. لا اله الا الله محمد رسول الله. نطلب الله السلامة للمصابين. كنتمنى من الإخوان المتتبعين ديال القناة أنهم يدعيوا مع المصابين، لأن طرف الخبز ما ساهلش باش أنك تفيق في الصباح وتودع وليداتك وتمشي للعمل لمكان العمل ديالك ويوقع واحد الفاجعة مثل هذه. نطلب الله السلامة للجميع. خليت لكم الراحة، الله يشافي المصابين.